اهلا وسهلا يا سوسن، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا مريم نشوى، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك قوي. يا روحي ربنا يخليكي، وانا كمان بحبك. ربنا يخليك يا رب. معاكي الاستاذه رحاب لو عندك اي سؤال ليها. ايوه، انا عايزه اعرف بنت جوزي. جوزك مواليد سنه كام ويوم ايه؟ 19 17 9 73 17 9 برج 73. برجه ايه؟ برجه ايه؟ 17 9 عذراء تقريبا. انا تقريبا برج العذراء. تمام تمام يا حبيبتي، هنرد عليكي. حاضر. هو عموما هو بشكل عام ده مرتبط بسؤالي الاولاني، اللي هو علاقه الخريطه السماويه او خريطه الابراج بتاثيرها. انت قلتي ليها تاثير على الارض، فليها، هل ليها تاثير على البشر؟ لا، يعني انا تقريبا اللي متابعيني عارفين ان انا تقريبا بكتب نشره يوميه بحركه القمر. لاحظنا ان بمنتهى البساطه القمر كل ما بيتحرك، يعني مثلا القمر ده يدخل السرطان على فرد. اغلب الناس بتبقى احلامها ليها علاقه بالاهل، سواء عايشين او متوفين او مدارس الطفوله. ادي ابسط حاجه بيأثر على احلامنا، وبيكون يومها نفسنا مفتوحه قوي للاكل والشرب البيتي، وما بنحبش ناكل بره، وممكن بيزيد مشاكل الجهاز الهضمي. بالمناسبه النهارده واحنا بنتكلم كده اتولد قمر الشهر الجديد في برج العذراء. ومش كده وبس، ده في نفس اللحظه اللي تقريبا يعني اتولد القمر الجديد بيستقيم كوكب عطارد اللي بيحكم العذراء. ليه بتكلم بقى على العذراء بقى بالمناسبه؟ اكتر ناس عانت الفتره اللي فاتت كان العذراء والحوت والجوزاء. ليه؟ عشان يعني العذراء والجوزاء بيحكمهم كوكب عطارد، وده كان متراجع الشهر اللي فات. اغلبنا ما فيش حد ما عداش عليه عطل في العربيه بلا مناسبه، عطل اجهزه كهربائيه، تعطيل بلا اي لازمه كده، ممكن في حركه الاوراق، تحويلات ماليه. غير كده سوء الفهم والتفاهم. ممكن اجي اقول لك كلمه لطيفه عاديه جدا افهمها غلط، تفهميها غلط. ليه؟ عطارد بيأثر على، هو المسؤول، الكوكب المسؤول عن التفكير والتواصل ما بيننا وبين الناس. معروف على طول عطارد يتراجع لازم يحصل عطل في السوشيال ميديا، الفيسبوك يقع، انستجرام، واتيفر، حاجه زي كده. تمام. فالنهارده بيستقيم، وده هيبتدي يعمل نوع من التحسن تاني في التواصل. بيعمل كمان تحسن، يعني مثلا يا جماعه اي حد كان عنده تعطيل الفتره اللي فاتت، سواء عربيه بتاعته اتعطل اكتر من مره، يوديها للميكانيكي ترجع له زي ما هي. لا، دلوقتي تقدروا تعملوا ده عادي جدا. تمام. تقدروا حتى ان انتوا تشتروا اجهزه. احنا دايما نقول لما عطارد يتراجع مثلا ما نشتريش دلوقتي موبايلات او اجهزه الكترونيه مثلا. دلوقتي بيكون وقت كويس قوي. تمام.